نروح السياق اللي انت بتتكلمي فيه نفس السياق بما ان احنا بنتكلم عن الاجراءات الاحترازيه كوفيد 19 والاعداد. يعني خلينا نقول ان اكيد احنا كل يوم يمكن بنطلع في الاعلام او في الجرايد بيكون في تحذيرات يعني مختلفه من جهات مختلفه حول فيروس كورونا والتطورات اللي حصلت وايه الجديد والكلام ده كله. خليني اقول لحضراتكم بالارقام هنا بقى، تم تسجيل 953 تحديدا حاله ايجابيه جديده بفيروس كورونا و51 حاله وفاه للاسف الشديد. يبقى هنا الاجمالي خلينا نقول الاصابات 222,523. واعتقد كده لو احنا بنتكلم بقى وهنحلل، لا الوضع يعني محتاج تنبيه كبير جدا. نخلي بالنا يا جماعه ارجوكم، واحنا الكلام ده بنقوله لنفسنا اكيد على نفسنا، نخلي بالنا على اللي حوالينا، نراعي الاجراءات الاحترازيه على قد ما نقدر. طبعا يعني احنا ممكن يكون الموضوع طبعا فيه صعوبه او فيه تحدي، لان رمضان واحنا يمكن السنه اللي فاتت ما حدش فينا كان عنده الفرصه ان هو يروح يتعزم او يشوف قرايبه، ورمضان زي ما احنا عارفين يا كريم بيحب اللمه. لكن نخلي بالنا يعني ما فيش مشكله ان احنا نروح، بس يعني لو الاعداد قليله، لو في اجراءات احترازيه مش لازم ناخد بعض. انت عارف يعني عندنا احنا برضو في الثقافه المصريه لازم ناخد بعض بالحضن وبالبوس طبعا. مش لازم يعني على قد ما نقدر نكتفي ان احنا شفنا بعض، مش لازم يكون في يعني بوس او الحاجات دي، لان الوضع بجد ما فيهوش هزار. يعني زي ما بيتقال كده ما فيش رفاهيه ان الواحد ما يخليش باله. فدي يعني الارقام الرسميه. ووزاره الصحه كمان اعلنت هنا تصنيع لقاحين، اللقاح الصيني والروسي هيكونوا موجودين في مصر. وزي ما حضراتكم برضو اكيد متابعين، في حاله كبيره جدا من المصريين ان هم راحوا يسجلوا البيانات علشان ياخدوا اللقاح ده. ووزاره الصحه خليني اقول لحضراتكم برضو هي شغاله حاليا في تطعيم يعني فئات مختلفه جدا. مره تانية اكيد ربنا يسلم وما يبقاش في اي اصابات، والناس بقى انت عارف اللي هي بتبقى لحد ما برضو مستهتره شويه، لو انت مش خايف على نفسك خايف على اهلك اكيد. صحيح. دي نقطه في غايه الاهميه.